في مجال نشرح الكنزه بس دكتور؟ مشان الوزن بدك البرنامج ولا ما بدك؟ بدي. ايه خلص معناتها مشان نحل المشكله. طب اشرح لها شاف بالاول. لا الكنزه هي العامله مبينه اكبر. اشرحي لها نشوف. دكتور هيك كثير خفيفه. معلش خلينا نشوف هلا كله ببين على الميزان. نزل شوي الوزن. شفتي شلون انا بعطيكي شغلات عن جد انه بيقولوا عن جد انه الاتياب بتزيد الوزن. طبعا اكيد اكيد وزني زايد من ورا الاتياب. هلا كله ببين معنا اخر شيء يعني احنا نخلص هاي الخطوات نحن لحتى نوصل للوزن الاساسي. شو بدك تخلص دكتور؟ بدنا نخلص الوزن الخطوات اللي هي ببين معنا الوزن الصافي قديش خطوات. ايه طبعا ليك البرنامج جاهز معي انا مشان دغري بدي اعطيك اياه هلا دغري على السريع. رجعي بالله اطلعي مره ثانيه خلينا نشوف الفرق. هلا اذا قلنا اللي كنتي لابسه هاي فرقت والتانيكي فرقت بعتقد لقشاط هلا دور لقشاط. معقول لقشاط دكتور؟ لقشاط حزين يعني اوكي هي ممكن تشعب بس لقشاط انا متاكد منه بتحبي اوكي بس براحتك بس اذا انت حابه مشان الوزن